قامت المؤسسة الخيرية الملكية بزيارة إلى مدرسة مملكة البحرين المصرية للتعليم الأساسي، والتي افتتحت مؤخرا في جمهورية مصر العربية بمحافظة الشرقية. افتتاح هذه المدرسة جاء تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفدى الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية، وتحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية. لم يكن التعليم إلا سلاحا لنهضة الشعوب وتطورها، ولا يجني الإنسان العلوم والمعارف بمجرد عزم ورغبة منه، بل يكتسبها من بيئة تعليمية وفرت لها عوامل من أهمها الأرض الخصبة ومعطيات بناء مراحل التعليم على أسس قوية. ولأن مملكة البحرين تولي أهمية خاصة للتعليم، فقد حرصت على أن يكون للطفل نصيب من هذا الاهتمام باعتباره جيل المجتمع القادم. لذلك لم تألو جهدا في تقديم الدعم اللازم لخدمة التعليم، قضية لطالما بادرت ولم تتأخر البحرين في نصرتها لتكون مدرسة مملكة البحرين المصرية للتعليم الأساسي بجمهورية مصر العربية أحد ثمار هذا الدعم والتعاون المشترك. المكان كان موفق جدا جدا، لان المنطقه اللي احنا فيها تدعى قريه كفر ابو قوره، الحقيقه كانت محتاجه فعلا للمدرسه ديت. كان اطفال القريه بيمشوا اكثر من 3 و4 كيلو للوصول لاقرب مدرسه ليهم، فكان اختيار موفق من المؤسستين، مؤسسه مصر الخير والمؤسسه الملكيه البحرينيه. يعني مش عايز اقول لك ان ده يعني خدم طبقة معينة هنا في البلد بالنسبة لأطفالهم، لأنهم كانوا بيعانوا معاناة شديدة على بيت ما يوصل المدرسة، بيوصل يمشي على ترعة، يمشي على أماكن مش ممهدة. الولد على بيت ما بيوصل بيبقى أجهد إجهاد شديد. طبعا المدرسة دلوقتي بينها وبين بيته مسافة أمتار 10-20 متر. مدرسة مملكة البحرين المصرية للتعليم الأساسي في محافظة الشرقية بمركز أبو كبير قرية كفر أبو قورة صممت بناء على دراسة لتستوعب الطلبة في هذه القرية، وزودت بتقنيات تعليم حديثة بما يتواءم مع متطلبات العصر الحديث. تتميز بوجود 9 فصول للتعليم الأساسي، بها كل فصل به السبورة الذكية تعمل وتدار على النمط المتطور، وبها معامل متطورة. يوجد بها حجرة متعددة الأنشطة ومجال صناعي ومكتبة، وعدد طلاب المدرسة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية 291 طالب مرحلة الابتدائية والإعدادية. مبادرة ملكية سامية تنضم إلى سلسلة من المبادرات والمشاريع البحرينية التي تعكس حرص جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على مد جسور التعاون والمحبة للجميع، انطلاقا من الروابط الأخوية والإنسانية التي تجمع مختلف شعوب العالم، وتأكيدا للعلاقات المتميزة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية. هذه القرية كانت تفتقر إلى وجود وحدة تعليمية متكاملة، إلى أن افتتحت مدرسة مملكة البحرين المصرية للتعليم الأساسي لتشمل بها الطلبة من المرحلة الابتدائية والإعدادية. من محافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية، إيمان شرف، تلفزيون البحرين.